ليش نقول للإخوة ننقل لهم ما قاله الأئمة؟ خلوا مجالس في بيوتكم حتى هذا الابن ينشأ في هذا الجو، في جو القراية، في جو المجلس، مو في جو الراديو والتلفزيون وهذه القنوات اللي تفسده حتى على أبي. هو بكرة هذا الابن يطرد أبوه من البيت، هو هذا الابن، هو هذا الابن. حدث في إحدى البلاد الإسلامية، ملثمون هاجموا رجل بالرشاش، أرادوا أن يستولوا على أمواله. قال ما يخالف، الأموال في تلك الغرفة، أنا أروح آتي بهذه الأموال. طلع وعاد من النافذة، هم ينظرون إلى الباب، ورشهم بالرشاش. هذا المهاجم رش المهاجمين بالرشاش، ثم فتح اللثام عنهم. منو تتوقعون ذولا كانوا؟ واحد منهم كان ابنه، هذا الابن اللي يعيش في جو الراديو والتلفزيون. أبوه يتركه هالشكل يصير، بكرة يقتل أبوه، بكرة يطرد أبوه من بيته، بكرة يخون أبوه. هذا طبيعي، عندما واحد ما عنده إيمان هذا يتحول إلى وحش. ولماذا لا يتحول إلى وحش؟ والظلم من شيم النفوس. الإنسان في داخل أكو وحش يريد أن يفعل كل جريمة. شنو اللي يحول دون ذلك؟ هي هاي القرايات في بيوتكم، هي هاي الأجواء الروحانية، هي هذه المساجد والحسينيات. واحد لا يغفل عن أبنائه وعن بناته.